السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في قناتنا ديال الطبخ والحلويات. اليوم غنحضر معكم تحليه بنكهه القهوه، الصراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في المذاق. نمشيو دابا للمقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غنحتاج اطره الحليب، 5 معالق سنيده، 5 معالق ديال النشا، معلقه كبيره ديال القهوه سريعه الذوبان، وجوج كيسان ديال الفلون. نمشيو دابا لطريقه التحضير. نجيب هنا السنيدة نخلطها مع النشا، خلطها مزيان باش ما تكورش معنا النشا في الحليب. من بعد نضيف نشوه السنيده في الحليب مع التحراك. انا هنا كندير الحليب بارد، من بعد غنضيف قهوه سريعه الذوبان ونخلط الكل مزيان، ونجيب الخلاط الكهربائي من بعد. نضيف الخليط ديالنا في الخلاط الكهربائي، من بعد نزيد عليه فلون كراميل ونخلط الكل مزيان، عفوا نطحن الكل مزيان. كيف ما كتشاهدوا معايا، من بعد ما طحنا الخليط ديالنا نعاود نخوي في الكميله ونضعو فوق النار مع التحريك باستمرار حتى يعقد معنا الخليط. من بعد ما عقد معنا الخليط كيف ما كتشاهدوا، غير شويه ما نديروش بزاف باش ما يتكورش لينا. من بعد غنجيب هنا الكويسات، الخيار عليكم، يا ديفو في الكويسات يا في زليف. انا هنا اختاريت كيسان، نفرغ الخليط ديالنا في الكيسان. من بعد ما فرغت الخليط ديالنا في الكيسان غنخليه حتى يبرد، عاد ندخلوه للثلاجة. للطبقة الجيلي غنحتاج فيها كاس ديال الماء، ورق ديال الجيلاتين انا هنا ديجا رطبتها في الماء، معلقة سنيدة، معلقة قرفة قهوة عفوا سريعة الذوبان. نمشيو دابا غنجيب هنا كاسولة غنوضع فيها الماء والسنيدة، قهوة، نخلط الكل مزيان. من بعد نوضع الجيلاتين ونوضع الكل فوق النار حتى تذوب معنا داك الجيلاتين
ونطفي عليها. من بعد ما بردت التحليه ديالنا وخدات الجيلي اللي صايبت درجه حراره المطبخ، من بعد غنبدا نوضع في الكويسات حسب جوج معلقات حتى لثلاثة. ما كتشاهد معايا ونخليها حتى تبرد عاد نقدمها. كيف ما كتشاهدوا معي سيداتي، التحليه ديالنا ديال القهوه هي هذه كيفاش جات. صراحه كتجي لذيذه بزاف ورائعه في المذاق، خصوصا غتعجب بزاف عشاق نكهه القهوه. كنتمنى ان هذه الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. الى اللقاء، الى فرصه ثانيه ان شاء الله.